الثالثة عصرا في القاهرة، نشرة جديدة من عاصمة الخبر. أهلا بكم، مرحبا شيماء. أهلا بك رغدة، أهلا بحضراتكم، والبداية بأبرز العناوين. أوكرانيا تقول إنها تقدمت نحو 1100 متر في مناطق بمحيط باخموت خلال الساعات 24 الماضية. بلينكن يشارك اليوم في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي بالسعودية. والرئيس المصري يبحث مع نظير الأنجولي في لواندا الأزمة السودانية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين. بداية النشرة مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية شنت هجمات فاشلة قرب باخموت. كانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قالت إن قوات بلادها تقدمت نحو 1100 متر في مناطق بمحيط مدينة باخموت خلال الساعات 24 الماضية. ونشرت الخدمة الصحفية للجيش الأوكراني لقطات للواء الهجوم الثالث الذي يقاتل بالقرب من باخموت. وصف الجيش اللقطات بأنها من عمليتين هجوميتين بالقرب من باخموت. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن أوكرانيا تبدو وكأنها بدأت هجومها المضاد، وأكد أن هذا الهجوم ليس مفاجأة لروسيا. وأشار الآن كييف بحاجة إلى تبرير الأموال والأسلحة التي تتلقاها من الغرب. وأكد ميدفيديف ضرورة أن توقف روسيا هجوم كييف أولا، ثم تبدأ هجوما مضادا من جانبها. أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية انقطاع الكهرباء في مدينتين روسيتين، وإصابة شخص في هجوم أوكراني، وإسقاط متفجرات على محطة كهرباء فرعية قرب الحدود. كما أضاف أن أحد العمال أصيب بشظية لدى محاولته إعادة التيار الكهربائي، ويتلقى العلاج بمستشفى المنطقة المركزية.
استهدفت طائرات الجيش والمدفعية لقوات تجمع المركز العسكري الروسي مواقع 3 ألوية أوكرانية باتجاه كراسنوليمانسك وسفاستوفسك، كما تم تدمير مواقع لإحدى الفرق الجوية وفرقتين ميكانيكيتين تابعتين للقوات الأوكرانية. وأكد المركز الإعلامي للتجمع الروسي تنفيذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات صاروخية على مستودع للذخائر ونقاط التمركز المؤقتة ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن من وصفتهم بمجموعة تخريبية أوكرانية فجرت خط أنابيب بالأمونيا تولياتي أوديسا في مقاطعة خاركيف. وأفادت الوزارة بأن العمل الذي وصفته بالإرهابي أدى إلى سقوط مصابين بين المدنيين الذين تم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما أشارت إلى أنه يجري حاليا إخراج بقايا الأمونيا من الأراضي الأوكرانية عبر الأجزاء المتضررة من خط الأنابيب. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو التقدم الذي تم إحرازه في إحدى شركات الصناعات الدفاعية الروسية المزنتاي والورش الخاصة بإنتاج صواريخ مواجهة مضادة للطائرات لأنظمة الدفاع الجوي الروسي لزيادة الطاقة الإنتاجية ومضاعفة قدرات الدفاع الجوي. وخلال الجولة أبلغ المدير العام للشركة شويغو بالبرامج الجاري تنفيذها لتوسيع القدرات الإنتاجية لإمداد القوات الروسية بأنظمة دفاع جوي حديثة وبكفاءة وفعالية عالية في تدمير الأهداف الجوية الأوكرانية في العملية العسكرية الروسية. مزيد من التفاصيل نتحول إلى آية لطفي، تفضلي آية. شكرا شيماء ورغدة، وأهلا بحضراتكم. الآن وللمزيد ينضم إلينا من كييف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. دكتور عماد أهلا وسهلا بك معنا. يعني الدفاع الأوكرانية تقول أن أوكرانيا أو القوات الأوكرانية تحولت الآن من الدفاع إلى الهجوم في بخموت، وأن هناك تقدما كبيرا يحدث حول هذه الجبهة في بخموت، وبالتأكيد وزارة الدفاع الروسية تنفي هذا وتقول أن هذه هجمات كانت فاشلة وما إلى ذلك. بين هذا وذاك، ما حقيقة ما يحدث في بخموت الآن؟ تحياتي لكم ست آية وللسادة المشاهدين. واضح أن أوكرانيا لليوم الثالث تؤكد محاولتها التقدم الجزئي بحذر في بعض مناطق بخموت. هي الآن فعلا تقدمت أكثر من 500 متر، ولكن هذه على أطراف بخموت ليس نفس المدينة. وبالتالي إذا كان هناك تضارب في التصريحات يعني يمكن أن يكون هذا سببه. لكن أيضا لا ننسى أن روسيا دائما تنفي وستنفي أي تقدم حتى لا تعطي أي فرصة للقوات الأوكرانية لإرباك ويعني إضعاف الروح المعنوية لدى جنودها الذين يتواجدوا في بخموت. لكن على الواقع القوات الأوكرانية منتشرة بكثافة في هذه المنطقة، وواضح أن هذه الهجمات مدروسة ومحسوبة. بعضها هو مجرد عمليات نوعية تقوم بالرصد أو تقوم باستكشاف نقاط الضعف ونقاط القوة للمواجهة الأكبر في المستقبل. لكن على الواقع المواجهات حقيقية والتقدم ملموس وطفيف ولكنه واقعي. طيب المدينة، مدينة بخموت، من يسيطر عليها الآن؟ القوات الروسية، أليس كذلك؟ المدينة كاملا يشرف عليها أو يسيطر عليها القوات الروسية التي استلمتها من قوات فاغنر، ولكن لازال الاتجاه الشمالي الغربي أو الغربي الجنوبي بيد القوات الأوكرانية، وهذه مرتفعات أطرافها. لا أتكلم عن المدينة، أطراف المدينة. وأنا شخصيا يعني ذكرت عبر القاهرة قبل أسبوعين كنت على حدود بخموت، وصلت على حدود قرابة 10 كيلومتر عن بداية المدينة. فإذا كان سمح لي مع الصليب الأحمر الدولي الوصول لهذه النقطة، فكيف بالقوات العسكرية التي هي تواجه الجانب الروسي في المقابل؟ فبالتالي ما ورأيته فعلا هناك تقدم وهناك تواجد، ليس احتلال كامل للمدينة. نعم سيطرة قد تكون 95% منها على الأقل بيد القوات الروسية، ولكن أطراف هذه المدينة بيد القوات الأوكرانية، ولا تستطيع القوات الروسية الوصول إليها، بل
دائما تقصف كلما اقتربت. دكتور عماد، أنت ذكرت منذ قليل أن القوات الروسية تسلمت هذه المدينة أو جزء كبير من هذه المدينة من فاغنر أو من مجموعة فاغنر، إذن هذه المدينة أو هذه الأجزاء الآن هي في قبضة القوات الروسية، فلماذا تظل هذه التصريحات تخرج من رئيس مجموعة فاغنر، حتى ربما كان آخرها أنه يطلب أو يدعو موسكو لتزويده ب200,000 جندي من أجل وقف الهجوم الأوكراني المضاد وما إلى ذلك، هل ما زال متواجد هناك وهذه الأجزاء تحت سيطرته أيضا؟ هو بالتأكيد لم يغادر المنطقة كاملة، ولكن رصدت القوات الأوكرانية فعلا نوع من انسحاب جزئي لقوات فاغنر، وأيضا وصول الجيش الروسي لهذه المناطق، فبالتالي الرصد واضح وموجود فيه. لكن باعتقادي أن الهجمات التي فاجأت روسيا في العمق الروسي هي التي جعلت رئيس فاغنر يعرض خدماته أن يدافع عن روسيا كما سماها، وقال للكرملين وللرئيس الروسي أننا مستعدين إذا أمرتونا أن نأتي لنحمي التراب الروسي من أي هجمات بأي شكل. فبالتالي كان الطلب ليس فقط لباخموت، الطلب أن ينتقل كذلك إلى بيلغراد وأن يكون هناك تواجد لمنع اختراق الحدود، والتي سماها سببها الرئيس ضعف وعجز دكتور وزارة عماد الدفاع عن الدفاع عنها. هل ترى أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ بالفعل أم لم يبدأ، وهذا ربما ما تؤكد عليه أو تقوله كييف؟ حتى الآن هناك صمت كبير حول هذا الهجوم، حتى لو تحدث الكثيرون أنه بدأ بالفعل، أنت كيف ترى هذه النقطة؟ يعني الواضح أن الهجوم الرئيسي لم يبدأ، ولكن باعتقادي ما يحدث الآن هو فترة انتقالية من مرحلة كانت القوات الأوكرانية تدافع فيها إلى مرحلة تهاجم فيها، وهذه الهجمات واضح أنها في كافة المناطق وتخترق العمق الروسي، بمعنى أي الأماكن التي تحتلها روسيا مؤقتا. فبالتالي هل يمكن أن نقول أن العمليات الموجودة سواء في خيرسون أو شبه جزيرة القرم أو إقليم الدباس هي محاولات للرصد وعمليات استخباراتية واستطلاعية، وأنها جزء تمهيدي أم أنها جزء من العملية؟ هذا الأمر لا أحد يعرفه، لأن القوات الأوكرانية تتكتم بشكل كبير على الأمر، حتى للتحليل لا يمكن أن يعني يكون هناك انفتاح في ذكر شيء حتى لا يكون الأمر يكشف بعض توجهات أوكرانيا. لكن على الواقع أوكرانيا تتقدم بتحويل موقفها من الدفاع إلى الهجوم، وتوقع إصابات حقيقية وتحصل على نتائج ملموسة إيجابية في كامل عملياتها، سواء كانت جزء من العملية المضادة أو كانت هي مجرد عمليات تمهيدية. وربما التكتم هو جزء من هذه الاستراتيجية. دكتور عماد، شكرا جزيلا لك، كنت معي من كييف دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، شكرا على هذه الرؤية وهذا التحليل. وأعود مرة أخرى إلى رغدة وشيماء لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. شكرا جزيلا آية. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تدمير سد نوفاكا خوفكا ترك مئات الألاف دون إمدادات مياه صالحة للشرب. وأضاف زيلينسكي أن روسيا أثبتت أنها تشكل تهديدا لكل شيء حي بعد تدميرها أحد أكبر خزانات المياه في أوكرانيا. صرح رئيس بلدية مدينة نوفاكاخوفكا الأوكرانية بأن 7 أشخاص على الأقل فقدوا جراء غمر مياه من السد الذي تم تدميره بمنطقة خيرسون. وأعلنت إدارة المدينة أن منسوب المياه بدأ يتراجع بعد تدمير سد كاخوفكا، هذا وانهار السد الحيوي الذي يقع على نهر دنيبرو في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا حاليا في منطقة خيرسون. قالت وسائل الإعلام من روسيا إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مدينة نوفاكاخوفكا خلال عملية إجلاء المدنيين من المدينة، وضافت أن نحو 100 شخص عالقون في مدينة كاخوفكا جراء الفيضان وبحاجة إلى الإجلاء، وأشارت إلى أن أكثر من 30,000 متر مكعب مياه تتسرب من خزان سد كاخوفكا كل ثانية.
هذا كما أظهرت لقطات بالأقمار الصناعية حدوث فيضان واسع النطاق في جنوب أوكرانيا ودمار كبير بسد نوفا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية بالمنطقة، كما أظهرت صور غمر المياه العديدة من البلدات والقرى لمساحة تتجاوز 2500 كيلومتر مربع بين نوفا كاخوفكا وخليج دنيبروفسكا جنوب غربي مدينة خيرسون المطلة على البحر الأسود. أعلنت سلطات خيرسون المولية لروسيا غرق نحو 2700 منزل وإجلاء 1300 شخص من المناطق التي غطتها المياه ناتجة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا. كانت السلطات المولية لروسيا فرضت حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه. في هذا السياق تستمر عمليات الإجلاء المكثفة للسكان في جنوب أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا جزئيا الذي سبب فيضانات غمرت عددا من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبرو. وأوضح أوليكسي كوليبا نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أن أكثر الصعوبات تواجهها منطقة كولابيلني بمدينة خيرسون، كما قال إن عمليات إجلاء السكان بالمنطقة ستستمر في الأيام المقبلة بالحافلات والقطارات. في سياق متصل اضطر سكان خيرسون لاستخدام قوارب مطاطية للتنقل في المناطق التي غمرتها المياه بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا في نهر دنيبر، كما ارتفعت مستويات المياه في المناطق الواقعة على أفرع نهر دنيبر إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار. وأعرب عدد من السكان عن استيائهم من تفجير السد الذي أدى إلى فيضانات تدفقت فيها المياه أو منها المياه إلى الممرات وشوارع خيرسون. إذن أثار التفجير الذي استهدف سد كاخوفكا في أوكرانيا القلق بشأن خطر نووي في محطة زابوريجيا. المحطة كانت تعتمد بشكل أساسي على مياه السد في عملية تبريد مفاعلاتها. مخاوف من كارثة نووية في محطة زابوريجيا أثارها تفجير سد كاخوفكا جنوب أوكرانيا. خزان السد كان يوفر المياه المستخدمة في تبريد المفاعلات الستة بزابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، بالإضافة إلى مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل والمستخدمة وقت انقطاع الكهرباء من المصادر الخارجية، الأمر الذي يثير الشكوك بالنسبة لوضع الأمان للمحطة النووية. وكالة الطاقة الذرية من جانبها أعلنت أن محطة زابوريجيا لديها ما يكفي من المياه لتبريد مفاعلاتها لعدة أشهر من خلال بحيرة كبيرة بديلة تقع في منطقة مرتفعة عن الخزان وبالقرب من موقع المحطة، داعية إلى الحفاظ على تلك البحيرة. وفي ظل تزايد المخاطر، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد أن زيارته المقررة إلى محطة زابوريجيا الأسبوع القادم أصبحت حتمية في ظل الأوضاع الحرجة والتطورات الأخيرة. يأتي كل هذا وسط اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بالمسؤولية عن تفجير سد كاخوفكا، فتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الذي تعد له، فيما ترى روسيا أن كييف تستهدف السد الذي يوفر المياه لشبه جزيرة القرم. محطة زابوريجيا التي يسيطر عليها الجيش الروسي باتت أقرب إلى خط المواجهة بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا، وبحسب خبراء إن الفشل في تبريد المفاعلات قد يؤدي إلى وقوع انصهار وانبعاثات إشعاعية، سيناريو مشابه لما حدث في فوكوشيما باليابان خلال الزلزال الذي تسبب في حدوث تسونامي في 2011. الذي يعمل
مع الدول الأفريقية، ونحن في مستهل جولاته اختار أنغولا لتكون الدولة الأولى في هذه الزيارة لعدد من الدول الأفريقية. هذا معناه أن العلاقات بين مصر وأنغولا هي علاقات مهمة للرئيس المصري وللحكومة المصرية. قبل اللقاء الوفدين المصري والأنغولي تبادلنا الحديث أنا والرئيس المصري حول العلاقات المصرية الأنغولية ومجالات التعاون المشترك. وحددنا بعض مجالات التعاون خاصة في مجال الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء ومجال صناعة الدفاع ومجال الأمن المعلوماتي. هذه بعض من المجالات التعاون المشترك، وسنعمل على تعزيز التعاون في هذه المجالات. وكذلك في مجال المياه الشرب، وفي مجال المرافق العامة والبنية التحتية، وفي مجال البنية التحتية فخامة الرئيس الفتح السيسي في عصره فخامة الرئيس الفتح السيسي تم تشييد عدة مدن جديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة. وبالتالي الشركات المصرية في هذا المجال لديها خبرة عريضة يمكن أن تقدمها لأنغولا التي تحتاج للكثير من أجل بناء بنيتها التحتية والتنمية. وهكذا يمكن للشركات المصرية العمل في السوق الأنغولي. تناقشنا في مسائل الأمن والسلم في القرن الأفريقي، في موزمبيق، في كونغو، في كل هذه البلدان الأفريقية التي تأثرت بسبب الأوضاع في ليبيا، وفي الصراع الأخير في السودان، وهو بلد مجاور لمصر. نحن ندافع نرى دورة العمل المشترك. لا ننسى أن هناك نعمل مع جامعة الدول العربية التي تحت الأفريقي ومصر، فمصر والسودان كلهما جزء من هذه الآليات الدولية. فيجب أن نعمل أن ننسق معا من أجل إيجاد أفضل ما يمكن أن نصل إليه في مجال إقرار السلم والاستقرار في السودان. تناقشنا كذلك في عدة مجالات في مجال التعاون بين بلدان التعاون النيل وأهمية مشاركة النيل والبحث المصلحة المشتركة بين الدول المصب والدول المنبع.
فلابد أن يكون نهر النيل أن يكون مصدر للوحدة وتسوية سوء الفهم. فعلى الجميع أن يجلس لطاولة الحوار وإيجاد المصلحة المشتركة حتى يستفيد. فهذا المورد ليس حق لأي دولة بل هو ملك للجميع. في العلاقات الدولية ناقشنا الحاجة لإيجاد آليات تسوية النزاع الروسي الأوكراني. وقد توافقت مصر وأنغولا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن. فقد سبب هذا الصراع في عدة أزمات، أزمة إنسانية وأزمة استقرار. لذا لابد يمكن أن يؤدي هذا الصراع لأبعاد أخطر مما نتخيل من أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية. هي زيارة مهمة. Muito antecipadamente convidar o presidente Abdel Fattah al-Sisi. Nisa ندعو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يزورنا في نوفمبر 2025 حينما سنحتفل بمرور 50 عاما على استقلال دولة أنغولا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعاني لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن. أرحب بهذه الدعوة الكريمة. وسنعمل على إجراء كل الترتيبات الدبلوماسية الضرورية لإتمام هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا، السادات والسادة الحضور، اسمحوا لي فخامة الرئيس أن أنا أعرب عن اعتزازي وتقديري كأول رئيس مصر por minha visita aqui como primeiro presidente egípcio a visitar Angola. Essa visita foi demorada por 3 anos, porque já tínhamos planejado para realizar antes da pandemia da Covid, que durou 2 anos, que afetou a nossa promoção e o nosso planejamento para realizar essa visita ao seu estimado país. Permita-me dizer que a sua boa recepção e a hospitalidade que recebemos, nós apreciamos com muita satisfação. Na minha visita à Angola, a um país africano irmão, eu tinha interesse como primeiro-ministro a visitar Angola, visitando dentro de um plano visita aos países irmãos africanos. Estamos a fazer esse caminho. Já tínhamos falado em como promover as nossas relações العلاقات في عدة مجالات وتبادل الخبرات والتعاون في عدة مجالات مثل التجارة الخارجية، السياحة، والأمن ومكافحة الإرهاب.
وهناك فرص للاستثمار بين أنغولا ومصر. نحن لدينا أكثر من 5,000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعاون المشترك في مجال البنية التحتية والطاقة. في حقيقة الخبرة التي خلال خبرة 7 سنين من بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة. نحن على استعداد للتعاون مع أنغولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا الاستثمار في السوق الأنغولي من خلال لجنة مشتركة لبحث الفرص المشتركة من أجل إعداد وتعظيم التبادل التجاري وتعزيز الصداقة المشتركة من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة. سندعم التعاون في باقي المجالات. وكذلك تحدثنا حول التحول الرقمي والخصخصة وتجربتنا الحالية في مصر حتى نتحول للاقتصاد الحر وتشجيع التعاون في مجال الاستثمار. وتحدثت كذلك مع فخامة الرئيس حول التعاون الدولي والقاري في مجالات التعاون المشترك للبلدين وكذلك في مجال الأمن. وكما ذكر فخامته دول مثل الصومال والكونغو وليبيا وأخيرا السودان واتفقنا حول أهمية بذل أكبر قدر من الممكن من أجل الاستقرار وتحدثنا أخيرا عن السودان في 8 أسابيع الماضية وعملية وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لإنهاء هذا الصراع. في خلال هذه الأسابيع حوالي 200,000 سوداني نزحوا للحدود المصرية وبالتالي قد أثر الصراع السوداني على مصر بشكل كبير وكذلك أثر الصراع في ليبيا على مصر. لذا لابد من استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية وعلينا أن نعمل معا من أجل إنهاء الصراعات. أنا والسيد الرئيس نوجه رسالة لأشقاء في السودان حول أهمية وقف إطلاق النار حقنا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة لشقائنا في السودان. وحول مشروع سد النهضة نحن ملتزمين بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام ونحن تحدثنا عن اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي فلأشقنا في أثيوبيا الماء هو مورد هام
ولكن لمصر هو المورد الوحيد لنا. كثير من الأشقاء في أنغولا لا يدركون أن مصر دولة، أن 90% من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وخصب وصالح للزراعة. لا أريد أن لابد أن نبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات في روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. مرة أخرى أشكركم على الدعوة لزيارة أنغولا بمناسبة 50 عام على استقلال أنغولا. سيسعدني استقبال معالي في مصر ورد حفاوة الضيافة التي أحطنا بها هنا. الآن شاهدنا تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان ذاك المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الأنغولي جواو لورينسو في العاصمة الأنغولية لواندا. في هذا المؤتمر أعرب الرئيس المصري عن اعتزازه بكونه أول رئيس مصري يزور مدينة أو يزور أنغولا في مستهل جولة يعتزم الرئيس المصري أن يتخللها خلال زيارة لعدد من الدول الإفريقية. الرئيس المصري قال أيضا إن السلم والأمن في القارة الإفريقية كان على رأس مباحثات مع الرئيس الأنغولي، وكذلك تم بحث عدد من مجالات التعاون والتكامل المشترك بين الدولتين. وقال الرئيس المصري إن المستثمرين المصريين لديهم فرصة للاستثمار في أنغولا، هناك أكثر من 5000 شركة مصرية لديها الخبرة في مجال البنية التحتية بإمكانها أن تقدم خدماتها وتنقل تجربتها إلى أنغولا في مجال البنية التحتية والطاقة. كذلك هناك من بين مجالات التعاون التجارة الخارجية والسياحة ومكافحة الإرهاب. وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة لتجمع مجموعة من الزيارات واللقاءات هدفها الأساسي هو فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية. كذلك أيضا أعرب الرئيس الأنغولي عن اعتزازه بأن تكون أنغولا هي المحطة الأولى للجولة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى منطقة الجنوب الإفريقي. وقال أيضا أن هناك العديد من المجالات التي تراهن أنغولا على الاستثمار من خلال علاقتها وشراكتها مع مصر في إطارها، من بينها الزراعة، تربية الدواجن، السياحة، الصناعات الدفاعية، الأمن المعلوماتي ومياه الشرب، بالإضافة إلى المرافق العامة والبنية التحتية. وأكد على أن الأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي وضرورة تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة لابد وأن تكون من بين مجالات التعاون ما بين مصر وجميع الدول الإفريقية. تحدث أيضا الرئيسان عن أزمة سد النهضة وضرورة أن تكون الرؤية المصرية هي الرؤية السائدة لاتفاق قانوني ملزم وعادل ويستند أو يتفق مع القوانين الدولية. وبالتالي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر ملتزمة بالتفاوض والحوار للوصول إلى تسوية في هذه الأزمة. والآن إلى ملف اجتماعات الكوميسا.
ينعقد المنتدى الخاص للشراكة بين الحكومات الأفريقية والشركات الخاصة لتعزيز سبل التعاون بينهم في شتى المجالات، ومن المقرر أن يناقش المنتدى التحديات التي تواجه رجال الصناعة الأفارقة وتشجيع القواعد الخاصة بتعزيز الصناعة. هذا وكانت الاجتماعات التحضيرية لوزراء خارجية الكوميسا في عاصمة زامبيا لوساكا قد انتهت أمس، والتي تسبق انعقاد القمة 22 للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي والمعروفة بالكوميسا المقررة غدا. وفي القاهرة تتواصل أعمال المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني والمقام في القاهرة تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، يتناول آخر التطورات في مجال الصحة والدواء، ويعد الحدث ملتقى بين الشركات العالمية وتحديدا العاملة في المجال الطبي والجانب الأفريقي. كما تستمر فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي حتى 9 من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 90 دولة و1200 متحدث. يوم وجودنا كاتحاد اليوم بخبراتنا بقدراتنا بحضورنا بتشابكنا مع النظم الصحية العربية ممكن يكون عامل مساعد لنقدر نشارك بالخبرات الموجودة عنا بكيفية حوكمة القطاع الصحي والنظم الصحية أو شيء للاستدامة، وبنفس الوقت ليكون أكثر حضورا وفعالية بالنسبة لأي مواطن موجود بعالمنا العربي. ملتقى صحة أفريقيا اللي فيه كل الشركات اللي بتقدم صناعة صحية سواء أجهزة طبية أو مستلزمات طبية أو أدوية أو بتحرص تقديم الخدمة الصحية، هيئات زي هيئة اعتماد ورقابة صحية بتعرض ما لديها. فرصة جيدة جدا للشراكات، توقيع البروتوكولات، تقديم التوصيات. في السودان، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أم درمان وجنوب الخرطوم، كما أشار إلى تصاعد أعمدة الدخان في منطقة اليرموك أو من المنطقة جنوب العاصمة وسط اشتداد الاشتباكات الدائرة هناك. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعربت مجموعة أصدقاء السودان عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني الكارثي هناك. ودعت المجموعة الجيش السودانية والدعم السريع إلى الاتفاق على وقف إطلاق نار فعال ومستدام لضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما حثت المجموعة التي تضم السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العودة إلى مباحثات جدة لحل القضايا المتعلقة بالانتهاكات والتوصل إلى وقف الإطلاق النار في السودان. تطورات الأزمة السودانية ننتقل إلى آيال. في تفضل آيال. شكرا شيماء ورغدة، أهلا بحضراتكم من جديد. وللمزيد ينضم إلينا من الخرطوم اللواء دكتور معتصم عبد القادر المتخصص في الدراسات الأمنية. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. آخر التطورات الميدانية تقول أن الاشتباكات ربما تتجدد بين الجيش والدعم السريع في جنوب الخرطوم والخرطوم وأم درمان، هل لك أن تطلعنا على تطورات هذه الأمور وأين تشتد هذه الاشتباكات؟ لك التحية والشكر لقناة القاهرة الإخبارية. في جنوب الخرطوم حاولت قوة من الدعم السريع المتمردة الهجوم على مستودعات الغاز، وهي مستودعات ذات طبيعة مدنية وتصدر لها القوات المسلحة وكبتتها خسائر فادحة، وتضرر نتيجة لذلك أحد مستودعات الغاز ولكن تمت السيطرة عليه. أما بالنسبة لأم درمان فأنا أعتقد أن قوات المشاة السودانية الآن تعمل عملا جيدا في تمشيط وتنظيف وتطهير الأحياء السكنية
القريبة من الخرطوم والمجاورة لكوبري النيل الأبيض. فالعملية الجيش السوداني الآن يعمل على تطهير ما بقي من الميليشيا المتمردة في أحياء الخرطوم المختلفة نتيجة لتعنت هذه الميليشيا وعدم خروجها من منازل المواطنين ومن المستشفيات ومن مرافق المياه والكهرباء والمرافق المدنية الأخرى. طيب دكتور، مجموعة أصدقاء السودان تصدر بيانا تتحدث فيها عن أو تعرب عن عميق قلقها إزاء ما يحدث الآن، كما تقول أنه لابد من العودة إلى مباحثات جدة ربما للوصول إلى وقف لإطلاق النار مرة أخرى. هل تعتقد أو هل برأيك أن العودة إلى مباحثات جدة أمر وخيار ما زال متاحا وقائما؟ أي مبادرة للسلام هي تحت النقاش وهي تجد القبول، ولكن الإشكالية في أن محادثات جدة لم تكن لها آليات لضبط الواقع الميداني، ومجموعة أصدقاء السودان هذه جزء منها هي التي طرحت مبادرة جدة، وتلك المبادرة لم تدن قوات الدعم السريع المتمردة خصوصا في انتهاكاتها للمدنيين، وبالأمس هذه القوات المتمردة اعتدت على السفارة الصينية وعلى منزل السفير العماني وعلى السفارة الفلسطينية ومنزل السفير الفلسطيني انتهاكات للقوانين الدولية، ولا تجد هذه الانتهاكات دكتور. ولكن على الأقل هذه المباحثات كانت تسعى إلى وقف إطلاق النار أو وجود هدنة حتى يتم إيصال المساعدات الإنسانية، توفير ممرات آمنة وما إلى ذلك، يعني هذا ما تدعو إليه هذه المجموعة الآن. هذه دعوة طيبة ولكن لم يتم الالتزام بها، والجيش السوداني وقع عليها وهو على استعداد لتوفير كافة الضمانات لهذه المبادرة أن تأتي نتائجها، ولكن أنا أعتقد أن هذه المبادرة هي مبادرة إلى الآن لم تتنزل إلى الواقع، ويقال أن هنالك آليات لضبط كيفية تطبيق بنودها، ولكن لا نجد على الواقع أي شكل من الأشكال. أنا أعتقد أن هنالك بعض الجهات تدعى لأن تعطي هذه الميليشيا المتمردة بعض الشرعية، لذلك هم يحاولون مساواتها بالجيش السوداني، ولكنها فصيل من الجيش السوداني تمرد عليه وخرج عليه، والإشكالية أن الصراع الآن تحول من صراع ما بين الجيش السوداني والميليشيا المتمردة إلى محاولات للنهب وللاختطاف والانتهاكات، تحول إلى مواجهة ما بين المدنيين العزل الأبرياء وما بين هذه القوى المتمردة التي تمارس كافة أشكال الانتهاكات على المواطنين، لذلك الجيش السوداني يزعى الآن لتطهيرها والقضاء عليها، وهذا ما دعا إلى تجدد الاشتباكات. وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك، كنت معي من الخرطوم اللواء دكتور معتصم عبد القادر المتخصص في الدراسات الأمنية، شكرا على هذه الرؤية وهذا تحليل. أعود مرة أخرى إلى رغدة وشيماء لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. شكرا جزيلا آية. يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع بحث أوجه الشراكة بين واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط. كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء بعد وصوله إلى جدة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا. أعلنت الكويت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة بعد انتهاء عملية الفرز في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث فاز 49 رجلا وامرأة واحدة في دوائر الاقتراع الخمسة. هذا وشهدت تركيبة مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي 17 شهدت تغييرا طفيفا بنسبة 24% عن سابقه لعام 2022. هذا واستطاعت المعارضة الحصول على 38 مقعدا. مرة أخرى نتحول إلى الزميلة آية لطفي وقراءة في ملف الانتخابات التشريعية في الكويت. مرحبا آية من جديد. نعم شكرا رغدة وشيماء، أهلا بحضراتكم من جديد. الآن وللمزيد ينضم إلينا من الكويت الدكتور فهد المكراد الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور فهد أهلا وسهلا بك معنا. وسط الكثير من التحليلات والآراء أيضا، ما المختلف في هذه المرة عن الانتخابات السابقة؟
يعني طبعا هناك كثير من الوجوه الجديدة من الشباب في نسبة التغيير الطفيفة التي حصلت. وجوه جديدة لأول مرة تدخل البرلمان، عدد قليل من النساء فازة في مقاعد برلمانية، امرأة واحدة، وكانت النتائج أعلنت في وقت مبكر من يوم أمس. والمعارضة طبعا كما جاء في تقريركم هي أعلى نسبة 38 مقعد في داخل البرلمان الكويتي. طيب دكتور، كما ذكرت منذ قليل المرأة الكويتية حصلت على مقعد واحد بعد أن كانت تحظى بمقعدين في البرلمان السابق، كيف تقرؤون هذا الأمر؟ أليس هذا تراجعا؟ طبعا، لأنه حتى هذه اللحظة لم يكن النضوج السياسي بين النساء عاليا، حيث أنه لا تزال كثير من القطاعات النسائية والجمعيات والهيئات النسائية تعتقد أن المرأة لم تصل إلى مرحلة من يعني التقدم السياسي في تفكيرها وفي خبراتها في داخل مجلس الأمة، فلذلك تعطي الصوت للرجل أكثر مما تعطيه المرأة. فازت النائبة السابقة والوزيرة السابقة جنان بوشهري نظرا لخبرتها وخدماتها في عندما كانت نائبة سابقة وكذلك عندما كانت وزيرة في الدولة، لذلك تعتمد على الخبرة. يعني المرأة التي لديها خلفية سياسية وتقدم سياسي أكيد راح يتم التصويت لها من الجانبين من الذكور والإناث. هل هذه المرة نجح الناخب الكويتي في إيصال الشباب إلى مقاعد البرلمان؟ لا شك أنه يعني النسبة الكبيرة هي من الشباب من الناخبين، وكذلك نسبة المرشحين الشباب أكثر من 80%، لذلك أنا أعتقد أن النتيجة كانت متوقعة وتعكس الاهتمام الشبابي في التنمية والتطور والإصلاحات السياسية والاقتصادية وكذلك الجوانب التربوية في التعليم والصحة، لذلك ركز الناخب الكويتي على الكفاءات والتكنوقراط من الخلفيات المختلفة من التخصصات التي يمتلكها هؤلاء المرشحون. شكرا جزيلا لك، كنت معي من الكويت الدكتور فهد المكرد الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا على هذه التفاصيل وهذا التحليل. أعود ربما مرة أخرى وأخيرة إلى رغدة وشيماء لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. شكرا جزيلا آية. يصوت أعضاء الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم على اختيار رئيس جديد لهم من بين 4 مرشحين من أحزاب مختلفة. اشترط في الجولة الأولى والثانية حصول أحد المرشحين على 400 صوت، وإذا لم يحصل أي مرشح على هذا العدد سيتم التوجه إلى جولة ثالثة يشترط فيها حصول المرشح على 300 صوت وصوت واحد. كما يؤدي اليوم أيضا عدد من الوزراء الجدد بالحكومة التركية اليمين الدستورية. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. أوكرانيا تقول إنها تقدمت نحو 1100 متر في مناطق بمحيط باخموت خلال الساعات 24 الماضية. بلينكن يشارك اليوم في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي بالسعودية. والرئيس المصري يبحث مع نظيره الأنغولي في لواندا الأزمة السودانية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 راسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال آب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو ار كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.